في الاخر لقيت جراج بعيد عن هنا 3 شوارع مثلا. خلاص عادي، انا عربيتي قريب، نخلص واوصلك. انا تمام. بقول لك يا باشا عمر، استاذه هبه فين؟ ايه الوفاء ده؟ تسلم يا استاذ. عفوا استاذه هبه. ايوه، ممكن اخد من وقتك شويه؟ اتفضل. الموضوع بخصوص اروى. اروى؟ انتوا تعرفوا اخبار عنها؟ مش بالظبط، بس ممكن نتكلم في مكان اهدى. اتفضلوا. انتوا محدش فيكوا يعرف اروى من قبل كده؟ نعم. أمال ليه اللي بعت الصندوق بعتهولكوا انتوا؟ ما كان أولى يبعته لحد من معرفها، على الأقل يبقى متأكد إن الحد ده عايز ينقذها بجد. أستاذة هبة، إحنا عايزين ننقذ أروى بجد. أنا مش قصدي حاجة، بس أنا مستغربة الموضوع كله. بس على الأقل الخبر الحلو إنه في حد عارف إنها لسه عايشة وشايف إن إحنا ممكن ننقذها، حتى لو إحنا مش عارفين الحد ده مين. طب قولولي أنا أقدر أساعدكوا إزاي؟ احنا بصراحة مش عارفين نبتدي منين، بس احنا دلوقتي بنحاول نجمع معلومات على قد ما نقدر، يمكن اي حاجة تفهمنا اي حاجة من الحاجات اللي في الصندوق. يعني اولا كده، هي الاستاذة اروى اختفت ازاي اصلا؟ اخر مرة اروى اتشافت فيها كانت عند مامتها، واليوم ده قالت لمامتها ان هي رايحة تزور واحد صاحبتها في مدينة نصر اسمها ريهام، ومن ساعتها ما رجعتش دي. طب وريهام دي ما تعرفش اي معلومات زيادة؟ معرفش. أنا أعرف أروى بقالي سنين، وعمرها ما جابت سيرة إن ليها واحدة صاحبة اسمها ريهام. ولا مامة أروى تعرف ريهام؟ لا، بس الغريب إن مامة أروى قالت إنها قعدت فترة تزور اللي اسمها ريهام دي كل أسبوع قبل ما تختفي. يبقى أكيد ريهام دي وراها حاجة. بس البوليس ما عرفش يوصل لأي حد من معارف أروى بالاسم ده. والأغرب إن لما أروى اختفت والبوليس عمل تتبع للموبايل بتاعها، لقوه مرمي في المقطم مش مدينة نصر. المقطم؟ سنتر الدعم النفسي في المقطم. هي أروى كانت بتتعالج نفسيا في الفترة الأخيرة، هل حضرتك تعرفي حاجة زي كده؟ ما قالتليش حاجة زي كده، بس هي كانت حالتها النفسية متدمرة تماما بعد الحادثة. الحادثة اللي في الصورة؟ أهو.